تركيز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أجل المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج استطلاع الرأي العام حول حكومة دكتور فايز الطراونة إلى الخميس المقبل. وكان من المفترض إعلان نتائج الاستطلاع اليوم بعد 3 أيام من قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية وبعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة، إلا أن المؤتمر تأجل بسبب عقبات فنية واجهت عملية فرز النتائج بحسب القائمين على الاستطلاع. من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أن القرار الحكومي الأخير أثار ردود فعل شعبية مناهضة لحكومة الطراونة، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤثر على الاستطلاع. التأجيل طبعا هو أسباب فنية. امبارح بالليل طبعا وإحنا نشتغل على السيرفر صار عندنا مشكلة بالسيرفر. المشكلة يعني أنه إحنا بندخل بياناتنا على 6 أجهزة مختلفة، عندنا 6 مدخلين، فعملية تجميع البيانات بتاخد وقت وبنعملها بالعادة على السيرفر الرئيسي. اللي صار أنه السيرفر الرئيسي عندنا صار فيه مشكلة، فما قدرناش نستخرج كل النتائج بالليل. الصبح يعني كنا متأملين يجوا الفنيين ويصلحونا المشكلة، يجوا للآن يعني ما قدروا يصلحوها، وإحنا بنتأمل أنه من هون يعني لآخر النهار تكون طبعا حلت المشكلة. رح نرجع طبعا نطلع النتائج اللي جمعناها من الميدان من دون أي تدخلات يعني داخلية وخارجية.